شوف يا حمود، انا قايل لك، شوف ترى مرجحه بيده، شفتها؟ لا شوف لا مي با لا شفتها، هذه شفتها رجحها بيده، شفتها بيده واضحه. وانا قلت لكم في ضربه جزاء اليوم بتحصل من هيله، قال لكم اليوم هذا او شبه حمود يحطها فيه. انا شوف حاس وين ثابت صح الحين، مضبوط ثابت صح. شوف عين اللاعب وين متجه على اليسار، يسار الحارس جاك عندي انا، كان غير اتجاه، اقول لك يسار حارس، يسار، هل هو صده او لسه؟ بقول لك يسار حارس، كان القادع يعرف الحراسة، كان يعرف الحراسة. شفت؟ عفا عليك، يسار الحارس، قلت لك يسار الحارس، يسار الحارس، عفا عليك، عندنا خبرة حراس، عندنا يا حمود إن نعرف يا حمود، قايل لكم 2-1 يا حمود، لا أكثر، أقول لك يا حمود لما جت، متأكد؟ أذكرك أنا، قايل لكم محل المباراة وعارفها، يا أربعة يا ثلاثة، حتى البلنتي قلت لكم اتجاهها وين؟ حتى البلنتي قلت لكم اتجاه، شوف شو بيده شفته؟ هذا المفروض انه يطرد والله يا شيخ. قلت لكم انا يسار الحارس، الحين وينه؟ يسار الحارس، شوف وراح معها، شوف وين يساره؟ شوف راح معها، بس ما اعرف ما ينزل بالكره هذه.